بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. يسعدني ويسرني في هذا اللقاء القصير أن أجيب على أحد الأسئلة أو أرد على أحد الأخطاء التي يمارسها أو يقع فيها بعض الإخوة عن غير قصد، إذ رأيت من واجبي أن أصحح هذا الخطأ الجوهري عند كثير من الإخوة عندما يقومون بعملية قياس الإشارات المختلفة والتي لها أعماق ولها أطوال وغير ذلك مما يلزم في هذا الموضوع. نلاحظ إخواني الخطأ في القياس في الفيديو الذي نشاهده الآن أمامنا. عملية عندما نقيس عمق شيء، عمق إشارة، عمق جرن مثلا أو عمق قطع، لا نجعل المتر بشكل مائل، هذا من الخطأ. يجب أن يكون المتر عموديا بشكل كامل، لأن ميلان، طبعا نحن الآن نشاهد أمامنا قياس العرض، هذا عادي طبيعي ما فيه أي مشكلة. المشكلة هي عند قياس الأعماق أو عمق الإشارات. لاحظوا الآن أمامنا في هذه الحركة الموجودة هنا، هذا العمق صفر الذي أشرنا إليه الآن. أما العمق كان من البداية، من بداية، في بداية هذا المقطع الصغير الموجود أمامنا، أنه كان القياس، لاحظوا كيف القياس الخطأ، المتر يوضع بشكل مائل وهذا خطأ قياس العمق. يجب أن يكون القياس يوضع المتر بشكل عمودي على مستوى الأرض وليس مع ميلان الصخرة ليكون القياس صحيح، لأنه في حالة القياس الخطأ، لاحظوا الآن أنه يقيس الآن طريق، يعني هذا جرن قلب صغير قطره 3 × 3 وعمقه أقل من 0.5 سنتيمتر، هذا وهذه إشارة تثبيتية ومهمة جدا. الإخوان يجب أن ينتبهوا عندما يقيسوا الأعماق، يجب أن يقيس عندما يقيس مثلا عمق جرن، يجب أن يقيس العمق، يضع المتر بشكل عمودي. لاحظوا الآن في الفيديو عملية قياس السيال، أيضا هي من المشاكل التي واجهها الإخوة. السيال خاصة إذا كان فيه تعرج لا يقاس بالمتر مباشرة وإنما عن طريق الخيط، يوضع الخيط داخل السيال مع تعرجات السيال كاملة، لاحظوا مع تعرجات السيال بشكل كامل، ثم يرفع الخيط ويقاس بالمتر، ويقاس طول الخيط بالمتر. التعرجات أحيانا تأخذ مسافة أكبر، يعني قد تكون فرق 3 سنتي أو 4 سنتي أو 5 سنتي، وهذه يعني على الأرض تحاسب أو تحسب بالأمتار، فيضيع الهدف لهذا الخطأ الصغير وهو خطأ ليس صغيرا. لاحظوا هنا كان السيال حوالي 17 سنتيمتر، لكن لو قسناه مباشرة على الأرض لكان بالمتر، لكان 10 سنتي فقط تقريبا. تحياتي لكم جميعا إخوتي، وأرجو أن نستفيد من هذا الدرس الصغير بحيث ننتبه إلى القياس الصحيح. لا نضع المتر أو المسطرة عندما نقيس العمق، لا نضعها بشكل مائل بل عمودي تماما على عمق أو على قاع الجرن أو القطع الصخري مهما كان. لا يكون المتر بشكل مائل أبدا. كل التحية والاحترام لكم مني أنا الساهر الرحال.